ضمن التنمر الآخر سلمى أبو ضيف. أنا هسأل سهير. طبعا سلمى أبو ضيف دي فنانة رائعة، بنوتة جميلة، أنا بحبها جدا جدا جدا، هي أيقونة. بنوتة جميلة، أنا بحبها جدا جدا جدا، هي أيقونة في الفاشن والموضة، وهي من الأسامي الكبيرة جدا اللي أصبحت بيتبعت لها دعوة من أكبر شركات او من اكبر بيوت الازياء في العالم، وبتلبس بجد من الماركات دي، وهم السبونسرينج ليها. دي نقره بلس سلمى ابو ضيف فنانه عملت في رمضان اللي فات مسلسل رائع ونجح، اعلى نسبه مشاهده تقريبا. وكل انا ما عنديش اي حاجه ضد سلمى ابو ضيف، لكن فكرة الصور اللي هي ظهرت بيها في أسبوع الموضة في فرنسا، أو فوتو سيشن في فرنسا، أثار الجدل بشدة كبيرة جدا، والناس مش هاجمتها، الناس فرتكتها. يعني اللي هي اتهموها في إن هي في شهور حمل أزيد من وقت جوازها. يعني وصلنا لهذه المرحلة من الشتيمة وقلة الذوق. ولكن سهير، هل أنت مع هذه الصورة لسلمى أم لا؟ هو إحنا الحقيقة خلاص ضد التنمر، يعني ضد اللي الشتم، مش هنقول بقى تاني إيش عيب وما تشتموش، لأنه أنت مع الصورة. هل هي كانت هل هي كانت موافقة؟ قولي أقول وأنا بسألك. أكيد. طيب بس ما تطوليش عشان عندي حاجة عايز أقولها لك. بلاش بموت أقول، أقولها لك، بلاش بس قولي أقول. لي أنت وجهة نظرك. في صفحة على السوشيال ميديا اسمها بدون وصاية، بتعمل حاجات حلوة جدا، فكتبوا شيء: انت مع سلمى ابو ضيف؟ انها تقاضي الناس اللي هجمتها ولا لأ؟ فانا قلت انا معاه انها تقاضي الناس اللي طب ما تردي هجمتها. قولي لي، يعني انت شايفه ان الصور دي انت معاها في، هي شايفه حرة، ان هي حره؟ هي حرة طبعا. ليه تمام. انا اتنمر عليها؟ ليه انا انتقدها؟ ليه انا اهاجمها؟ ليه؟ لا انا ضد ان هي تتنمر او حد يشتمها، لكن انت شايفه ان الصوره دي عادي؟ ممكن انا ذوقي الشخصي ما لا انا بقى، ما تناسبنيش، انا بسالك انت لكن ذوقك الشخصي. لا، مش ما احنا خلينا لا من لا ناحية، احنا لا لا كمذيعين من حق، خلينا ما من احنا ناحية كده ذوقنا، هنعتبر نفسنا من المتنمرين لا لو ما دخلناش في لا الصوره. خلينا من ناحية هل ذوقنا انت الشخصي. مع هذه الصوره؟ في جزئين: هل احنا مع التنمر عليها لا طبعا والاتهامات طبعا اللي اتعملت لها؟ لا، لا خلاص. هل لكن في صور كانت لطيفة وفي صور ذوق انا الشخصي بتكلم في صوره انها واحده مش بس، الصوره لطيفة؟ دي، حطوا الصوره دي. لا، على فكرة في هل اكتر من صورة. سلمى ابو ضيف كان او مثلا نقول اخذت القرار الصح في نشر هذه الصوره داخل مجتمعها العربي؟ ممكن تبقى طريقة التصوير غريبة علينا وعلى ايوه المجتمع، لكن أيا ما كان اعتراضنا وذوقنا الشخصي ما يوصلش لحد التنمر من شكلها وحجم بطنها ليكي حق، وبيقول كذا وكذا وكذا. التنمر ضد تماما. ننحيه جانبا، ولكن يا سلمى يا ابو ضيف يا جميله يا بنوته يا صغيره، انا بشوف ان انت اخفقتي في اختيارك للصوره دي في مجتمعك العربي ده. المجتمع الغربي يحترم الصور اللي زي دي، مقارنة بريانا، مقارنة ببيونسي، كلهم اتصوروا تقريبا عراة فقط ما عدا البطن الحامل لأنها ثقافته. احنا في مجتمعنا العربي حبيبتي انتي قمر ولبسك يجنن وكل حاجة فيكي كانت حلوة، ولكن نحن في مجتمعنا العربي المرأة الحامل لا تظهر، ممكن نقول ايه اسمها، ايه، بطنها. احنا مش ده، احنا ستات مش دي ثقافتنا. لما ببقى حامل بلبس فستان حلو، وممكن وانتي اتصورتي بكده ابين حملي بس بشكل مختلف، اظهر ببطني في التصوير مش من دي صورة حلوة قوي، كل الناس باركولك فيها، لكن الصورة الاخرى هي صورة تليق بالمجتمع الغربي ولكن لا تليق بالمجتمع الاوروبي. بس انا ده اللي انا هقوله، انا ماليش دعوه بقى بعد كده باي حاجه تانية. وكل من تنمر عليك ليس له الحق، انت اخطأتي في نزول هذه الصوره
على المجتمع العربي، ولازم تبقي عارفة طالما مسكتي العالم من النص، النص الغربي والنص العربي، لازم تبقي عارفة ايه اللي يليق بالغربي وايه اللي يليق بالمجتمع الشرقي. بس مش كده، انا مش حاجة تانية. طيب على كل حال، ايا ما كان رأينا في القصة دي، سلمى ابو ضيف، لو انت عايز تاخدي اجراءات قانونية ضد الناس اللي هجمتك اعملي كده، بلا مناقشة، ايا مكان ان الصورة او في صور ذوقنا ما عجبتوش، او انت غير موفقة في الاختيار، او انت ثقافتك مختلفة شوية عن ثقافتنا، ايا مكان رأينا ده، ممكن كنا نقوله بتعليق لطيف: سلمى صور حلوة فيما عدا صور كذا، يا سلمى ليه عملت كذا. بس ان احنا نهجم الهجوم بالشكل ده، لا، انت من حقك ان انت تعملي يعني تاخدي حقك قانوني من كل الناس اللي قالت كده، وعلشان الناس يتقول رأي حتى لو هو مختلف، بس في رقي وفي احترام، يا ما تقولش. لكن فكرة ان انا بستسهل طول الوقت، ان انا بهاجم وان انا بسب وان انا بقصف وان انا بطلع كل التنمر اللي جوايا وكل المشاكل اللي جوايا، واعمل عليها اسقاط على اي حاجة تقابلني ما تعجبنيش، ده مش منطق يقبل يعني. انا معترضة. لا يا سلمى، انا معترضة على فكرة انك انت تقاضي اي من الناس اللي تنمروا بيك. ليه؟ انا وجهة نظر، وليكي حق انك تاخديها او ما تاخديهاش. انت فنانة كبيرة، وتقريبا الحمد لله شغلك الاساسي موجود في مصر، في الوطن العربي ده. المسلسل بتاع رمضان اللي حقق النجاح اتعمل ليكي اسم هنا داخل الوطن العربي. انت لما قررتي تنزلي الصورة، انا متفهمة جدا انك ما خدتيش بالك ان ممكن تكون اختلاف الثقافات، انت شايفة ان حاجة جديدة زيك زي الفنانين اللي بره، وده جميل. بس لما الناس تتقبل الشكل ده، لا، كان لازم تحطي في دماغك ان في ناس هيقولوا لك ايه اللي انت عاملة ده، لا مش مفروض. ودي كان ممكن نقول الرسالة بألطف من كده. أيوة، ما هو لو أنا بقول لها انتبهي يا سلمى، الصور دي مش بس البارة، ده لينا ودي مش ثقافتنا. لو انت لو الناس بتقول تعليقاتها بشكل راقي وشكل فيه نصيحة، وبالتالي فيه حب وخوف عليها، وان انت كنت غير موفقة في كده، دي طريقة. لما يبقى عندك، هي دي الطريقة اللي أنا أقبل أتناقش فيها. لما يبقى عندك باسكت فيه طماطم وفيه اتنين تلاتة بزيزين بيبوظوا لك الباسكت كله. بس ما همش اتنين تلاتة. لا، ما بقول لك فيه تلاتة، فيه 20 تلاتة، فيه حد بايظ بيبوظوا لك الباسكت كله. لكن الفكرة في إيه؟ الفكرة في إن أنت فنانة كبيرة، يعني أنت شخص ناضج، وثقافتك بره وجوه، فأنت لازم تولتت جوه. بمعنى انت كمان حطيتي الصورة اللي اثارت الجدل لكتير من المعوقين ذهنيا وثقافيا، ان هم يفهموا ان كونك فنانة في المكان ده فطبيعي انك تعملي صور زي كده. انت غلطتي في انك نزلتي صور زي ما انا قلت في الاول. لكل مقام مقال يا حبيبة قلبي، لكل مقام مقال. انت هنا في الوطن العربي بحترمه، انا ما ينفعش النهاردة اطلع عريانة او ابقى لابسه شفاف او اعمل فوتو سيشن بشكل خليع، الناس مش هتتقبل ده. ليه؟ هو كده، احنا في مجتمعنا كده. اقول ايه؟ اخترع مجتمع تاني؟ فانت لازم تكبري دماغك، مش مفروض انك تعملي كده. طالما انت صاحبه قرار تنزيل الصوره، فلازم تتقبلي ان في ناس هيعترضوا وفي ناس هيقولوا الله حلو قوي. بس ده وجهه نظري.